سنبول، أمريني مولاتي. كل إنسان موته هو قيامة بالنسبة إله يا سلطانة. القيامة إذا صار لكم شي وقتها رح تقوم. سليمان ارتاحي، طمنيني كيفك؟ في شي عم يوجعك؟ معقول كون موجوعة وانت قاعد جنبي؟ اليوم اللي ما بشوفك فيه مو محسوب من عمري يا ويام. خلينا ننسى الماضي وكل شي مرق. الوقت يلي مر كافي لنسامح بعض. اشتقت لجونا وسهراتنا وكلامنا. حتى الشر أحياناً في له إيجابيات، وهذا المرض رح يخليني شوف وشك على طول يا سليمان، وأنا رضيانة بهاي النتيجة ومستعدة أتحمل أي ألم. رح تشفي منه يا ويام بإذن الله، رح تشفي منه. شفت الرسالة اللي كتبت لك ياها؟ بعد كل هالعمر كلماتك وسطورك رجعوا لي الروح من أول وجديد، ولو قريتها ألف مرة ما رح أشبع من كلامك. مشان هيك كان لازم تعرفي لحالك إنه شوقي وحبي ورجعتي بهالوقت ما كان إلا أي علاقة بالمرض. أنا كتبتها لأنه قلبي لساته عم ينبض بحبك. إن شاء الله رح نسمع أخبار حلوة. أنا جبت اليوم أمهر الحكمة مشانك، رح يفحصوك هلأ. خلي كل الحكمة يدخلوا. يعطيكم العافية. مولاي، من بعد إذنكم يفضل بالأول نتشاور نحن والحكماء ونقيم وضع السلطانة، وأنا بعدين بعرض عليكم النتيجة والتقييم. إن شاء الله خير، فيك تمشي. لو كان مرضك رجلا لقتلته، لأنه ما بسمح لأي شيء ياخدك مني. رح تهزمي وتتغلبي علي. إحساسي بوجودك عم يقويني ويفرح قلبي، وحتى لو كان هالمرض تنين وقله سبع روس رح خليه ينهزم. سلطانة، سلطانة روحي وقلبي، أكيد رح تنتصري علي. Oh.
سلطانة. سمعتي الصوت مو هيك؟ شوفي وين تخبت هالحمامة. دستور جلالة السلطان سليمان. هيام اعدي. ما تحسنتي على الأدوية؟ هالأدوية طلعت لي روحي، صدقني ما في منهم فايدة، بس أنا منيحة. سليمان الله يوفقك، ما عاد بدي حكمة وأدوية. إذا بتريد كل هالحكي هاد ما رح يفيد. لا تقولي لي إنك استسلمتي. رجعوا طلعوا. كلام الحكمة كان مزبوط. بالنهاية كل شيء بإيد الله. وأنا بدل ما ضيع وقتي بالعلاج بدي أقضي معك، وهيك ما بتحسر على آخر لحظات عمري. رح نتابع مع العلاج، وانتي رح تكوني صبورة ورح تقاومي. ما بدي اياك تعانديني. رح نحاول من جديد، ورح ندعي من قلوبنا تتعافي، وربنا ما رح ينسانا من رحمته. اياك تفقدي ايمانك برب العالمين. اذا هيك شايف الموضوع فانا ما رح اعترض واقول لا. صاحبة الوجه الضحوك والمشرق، حبيبتي، جمال هذا المحيا تتوه فيه العطور، تتوه القصيدة، يتوه الشاعر، تتوه الحروف. متى لامس شعرك العنبر ليفوح منه العطر؟ قولي له ترأف بصاحب الروح. روحي ظمأ والعقل هائم لا يكف عن الدوران. جمال هذا المحيا يخجل منه الصباح في غيام الروح. الدموع أغرقت جفوني وتسلقت الخدود، نسيت أصلها، تركت البحار وأهملت الأنهار. ووجنة المحب أصبحت مجراها ومأواها الوحيد. في هذا المكان يتوه العشق وتنمو الزهور. سليمان، مهما بلغت من الجنون بك سوف أبقى تلميذتك في العشق يا سلطان، طفلة الجنون
امرأة الفصول وأنثاك التي لا يفهم نبضها سواك. هالذكرى سبب نبض قلبي يا هيام. ذاكرتي بعدها محتفظة بأجمل صورة وبكل خط رسمه الزمن بهذا الوش. وكل يوم عم بمر عم تغلى على قلبي هالذكرى. أنا لهلأ كل ما بتطلع بعيونك ما بشوف غير الطموح، الطموح اللي ما تنازلتي عنه ولا لحظة لتثبتي وجودك. كل يوم بشكر ربي إنك موجودة بحياتي. سليمان، أنت وطني الذي أحب وهويتي التي إليها أنتمي، فبدونك أنا بلا وطن وبلا هوية. عندي أمنية واحدة بس، أني اندفن جوات قلبك وتحتفظ بذكراي بجنة روحك. ما بدي بعد عنك، ما بقى بدي اسمع سيرة الموت. ألفت خانم حابة تشوفك مولاتي. دخلي. سلطانة، انشغل بالي عليك. تفضلي، ليش واقفة؟ مولانا خبرني بدكن تروحوا على بورصة. أمرت الخدم يجهزوا عدة السفر. بعتذر عن فضولي يا سلطانة، الحكمة كتير عم يجوا وكل الحرم لك عم يحكي عن مرضك، فأجيت لأطمن وأفهم الموضوع. وأنا رح حاكيكي بصراحة وما رح خبي عنك، مرضي خطير يا ألفت، والوضع ما بيطمن. مولانا مصر يلاقولي دواء، وإن شاء الله بيلاقوه. إن شاء الله، أكيد الحكمة رح يلاقوا دواء. الله أعلم، حكم القصر مو متفائلين. المهم خلي الموضوع بيناتنا. إيه طبعاً. في أي شيء بقدر أعمله أو ساعدك فيه؟ الحرم لك أمانة برقبتك يا ألفت. لحد هلأ ما قصرتي بشي واشتغلتي بضمير، ومو ناطرة منك أكتر من هيك. أنا وياكي إلنا زمان مع بعض، لما بوقف وبتطلع لورا وبتذكر المواقف اللي صارت معنا بلاقي إنه اللحظات الحلوة كانوا معك أكتر. خناقاتنا ونقاشاتنا إن شاء الله ما تركت عندك أثر مو منيح. ما بدي تكوني حاملة شي بقلبك علي يا ألفت. سلطانة، شو قلو لزوم هالحكي هلا؟ كأنك عم تودعيني. ما يكون. الله يطول بعمرك لهالدرجة؟ حتى لو مولانا ما رضي يسمع الحقيقة، بس أنا حاسة إنه الموت عم بيحوم حولي. لا تجيبي سيرته بيحضر، خلي أملك بربنا كبير. كل هالدم والمؤامرات وصلوني لهاللحظة، وأنتي بتعرفي الدم والدموع
إنه أنت ما كنت عم حاول ما أدفعه، بس رب العالمين يمهل ولا يعمل. بالآخر خلى نهايتي مثل حكاية فيها عبرة. بهالقصر كل حدا عنده حكاية خاصة فيه، بس حياتك كانت غير، حياتك كانت رواية. كنتي مع ناس كتير طيبة مثل الملاك، ومع ناس تانيين دموية وقاسية. كل شي بالآخر يا ألفة إلو نهاية. ما بظن في مهرب، البني آدم فاني، رح يجي يوم نودع فيها الأرض. ما كان بيودي احكي اصلا بهيك احتمال، بس اذا كان وضعك مثل ما عم تحكي فما إلك جواتي غير الخير، وانا مسامحتك على كل شيء. كوني واثقة. شكرا، كلامك هذا بيرضيني وبيريحني. بهاليومين رح نسافر أنا وياكي. ليش وين رايحين؟ على بورصة. وليش على بورصة؟ علينا بيع. الحكمة قالوا إنه ميتها رح تفيدك، والجو هنيك معتدل. مع إني توقعتك يئست بعد الحكي اللي قالوا الحكمة. يعني مو حابة تروحي معي هالمشوار؟ مولاي، السلطانة مريم طالبة تشوفكن. سليمان دخليها. مولاي السلطان. اهلا يا مريم. خير سلطانة؟ قالوا لي انك تعبانة. يا الله، رستم باشا هو اللي قال لك؟ سنبل خبرني، كان قلقان ومشغول باله عليك كتير. شو صاير أمي؟ ليش ما خبرتيني؟ يا مريم، يا حبيبة قلبي وعمري، مثل مالك شايفة أمك بخير وصحتها ممتازة. مزبوط، وأنت بتعرفي سنبل روح قلبه المبالغة والتهويل. نشكر الله، ما عرفت كيف وصلت لهون، انشغل بالي عليك كتير. شو صاير؟ عادي، شوية تعب، في شوية حبوب طلعت لي بجسمي، بس على الأغلب حساسية. رايحين على بورصة علي نبيع، وإن شاء الله أستفاد وأرجع أحسن من قبل. انت لازم تبدي العلاج باسرع وقت يا هويام. رستم بنالك حمامات خاصه فيكي، ان شاء الله هالمياه تخليكي تشفي وترتاحي. حكيم باشا قال لي انه لازم تتحممي مرتين بهالمياه. سليمان، ما بيهمني الحكيم باشا والشي اللي بيقوله، انا برتاح وقت كون جنبك. عفوا مولاي. شو في يا فرحات؟ الحكيمة يا مولاي ناطرة السلطانة هيام، الحمام صار جاهز. طيب فيك تروح. سليمان، أنا ما بدي بعد عنك بنوب. روحي هلأ هيام، بشوفك بعدين. وجودي ببورصة بجوز ما يكون شفاء لإلي، بس رح يكون شفاء لإلك يا سليمان. إن شاء الله شفائك يا سلطانة بيكون بهالمياه الشافية. إن شاء الله يا خانم.
بس ما بتوقع انه تشفيني. بعرف انه ما في علاج لوجعي بنوب. شو بعمل؟ مولانا رافض يقتنع بهالشي، مو راضي يصدق اني رح اموت. انا اجيت لهون بس لحتى يرتاح مولانا. لا تقولي هيك يا سلطانة، خلي ايمانكم برب العالمين كبير، ومالك غير الدعاء. الانسان دايما بيلاقي شفاءه بالايمان يلي بقلبه، وصدقيني الايمان بيعالج الجسد. ولهيك ما تستسلمي يا سلطانة، انسي همومك وما عاد تفكري بشي. يعني بالآخر رجعنا التقينا. ما اجيت لهون لحتى ضايقك او اني ازعجك. انت بتتوقعي انه لسه في شيء ممكن يضايقني؟ روحي يا جنان لو سمحتي. جيتي لتشوفيني وأنا بهالحالة، ما هيك؟ لحتى تشوفي انتصاراتك. أكيد جيتك لهون بس كرمال تشمتي فيني وتشوفي كيف تحول قصري لخرابة. ما ضل لي غير يوسف وجنان يلي ما رضيت تروح وتتركني لحالي هون. أنا خسرت كل شيء. معك حق، مفروض تكوني مبسوطة. عم تشوفي أكبر عدوة لإلك مزلولة قدامك. أنا كمان ولادي ماتوا وكتير تعذبت، وقلبي لسه عم يحترق عليهم. وأنتي بالذات أكتر وحدة ممكن تفهمني وتعرف وجعي. هيام ابني مصطفى، انت السبب بموته. ضليتي وراه لحتى قتلتيه. وانت مانك بريئة، مو انت اللي تسببتي بموت محمد. هذا غير عذابي على موت جهانجير. واذا آلامنا رح تخلص بهالطريقة، خلينا نقتل بعض ونرتاح. شو جابك لهون يا هويا؟ أنا قريباً رح أجتمع بمحمد وجهانجير.
بعرف إنه مالي حق بيلي رح أقوله، بس بدي ريح ضميري قبل ما أموت. نهي الدوران، اليوم أنا جاي أطلب منك السماح. أنا مسامحتك على كل شي ساويتي، دنيا وآخرة، وبكرة بيوم الحساب رح كون مسامحتك على كل شي بحقي. بس انتي رح تقدري تسامحيني؟ سامحتك يا هيام، مسامحتك، أنا مسامحتك بالدنيا والآخرة، وبكرة لما توقفي بيوم الحساب ربي يشهد علي إني مسامحتك. الله يكون معك أنتي كمان. دخيلك خلص بكفي يا خانم. حليمة خانم، في كتير ناس ماتوا وتعذبوا قدام عيونك، مزبوط؟ انولدوا على ايدي كتير ولاد، وبنفس الوقت في ميات ماتوا قدامي، بيقولوا هي سنة الحياة. بس كتير بشع إنك تشوفي حدا عم بيموت. يعني كل اللي ماتوا كانوا عم يتعذبوا؟ جهانجير وقت اللي مات معقول يكون صار معه هيك؟ أنا هلأ حاسة بأنه الموت عم بينادي باسمي. مو معروف يا سلطانة، رغم كل اللي ماتوا قدامي، بس ما فيني أعرف هالإحساس حتى يجي اليوم يلي رح سلم فيه روحي. في شي حابة أعرفه، بيقول مولانا جلال الدين إنه موت كل إنسان بيكون على حسب أعماله، يا ترى موتي أنا كيف رح يكون؟ ويلو
انت منيحة؟ وقت اللي بشوفك وجعي كله بيروح. لا تقلق، مجرد كابوس مزعج. خير ان شاء الله. شو هالكابوس؟ سليمان، صار لي كم يوم محبوسة بهالغرفة. خلينا نطلع نمشي شوي بحديقة القصر، الله يخليك، منحكي هنيك ومنشم شوية هوا نظيف. اذا كانت هي رغبتك انا موافق. الحياة كتير حلوة، ورب العالمين وهبنا شغلات كتير حلوة. أنا وهبني العشق وخلاني كون سلطانة. أنا ما بدي أكتر من هيك. الأيام عم تهرب منا وما عاد فينا نرجع شي بنوب، والموت عم بيغني أغنيته. بعت خبر لأولادي يا سليمان، لأنه قرب موعد رحيلي. بدي موت بين إيديك والكل حولي. رجعني على قصري يا سليمان، أنا جاهزة. Thank you.